على مقامات روحية تمتزج بها الأهازيج والأناشيد من كل بقاع العالم في سهرات رمضانية في بيت السنار الأثري بالقاهرة. تسهم فرقة رسالة سلام في الفاعليات باعتبارها مزيجاً متفرداً من القيم الروحية للأديان والتعبير عن هذه القيم من خلال الموسيقى والإنشاد والألحان. بنحتفل بالدورة العاشرة، هناك 9 فرق مشاركين في هذه الدورة، منها فرقة سماع وفرقة رسالة سلام وفرقة الرقص الصوفي المولوي وفرقة الفجر. هذه الفرقة هدفها تأكيد جوهر الأديان، المحبة، التسامح، السلام، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون. اشفي العديل من الحسود وعينه، واحفظه من شر الحسود البالي، من كيد عين الحاسدين وسهمهم، من شر عفريت ومن دجال، وصلاة ربي للنبي واله، من أنوى ختما في جميل وصاله. يهدف مهرجان المقامات الروحية إلى مشاركة فرق متنوعة من مصر والعالم لتأصيل مفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة والحفاظ على التراث الأصيل. التسامح، المحبة، السلام، إزاي بيندمجوا بينصهروا مع بعض، وهم مع بعض كده هم الشخصية المصرية. فإزاي إحنا إزاي نحافظ على هذا التراث، سواء الإسلامي أو القبطي. ده تراث مصري، ده تراث يعني ده أساسا مصري، قبطي حتى مصري يعني. فعايزة أقول لحضرتك رسالة سلام دي لفينا بيها العالم من 2007 إلى الآن. وتقدم فعاليات ليالي المقامات الروحية في أماكن كثيرة بهدف الوصول إلى قطاعات واسعة من الجمهور الذين يستقبلون الإنشاد بقلوبهم قبل أذانهم. الإقبال الحمد لله كل سنة بيزيد، والناس بقت عارفة المهرجان كويس جدا، الواحد بيبقى مبسوط طبعا بوجود الأطفال بيبقى كتير، ده برضه عشان يتعرفوا على الفولكلور بتاعهم ونغرس فيهم التراث والأغاني المصرية والتراث بتاعنا والفولكلور، بالإضافة برضه للشباب. والسنة دي في إقبال من الجاليات الأجنبية. وتستمر فعاليات ليالي المقامات الروحية خلال شهر رمضان المبارك. ليالي المقامات الروحية تأخذك عبر مزيج متنوع ومتفرد من الإنشاد إلى عالم تصفو فيه النفوس وتتخلص من شوائبها المادية. من بيت السناري بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان.